السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم حبايبي طلبة الصف الثاني الابتدائي طلبة منهج الكونكت. أهلا بيكم النهاردة في حلقة جديدة ونشرح فيها يونت 4، أهم النقط اللي جات في هذا اليونت. خليكم معي. هنبدأ الأول هنقول كلمات اللي جات في lesson 1. عندنا كلمة football. football football يعني كرة قدم. هنلاحظ ان كلمة فوت لوحدها يعني قدم، وبول يعني كورة. هنركبهم مع بعض تبقى فوتبول يعني كرة قدم. باسكت بول، باسكت بول. ادي الباسكت اهي، باسكت، وادي البول اهي، يبقى الاتنين مع بعض يعملوا باسكت بول، كرة السلة. بيسبول، بيسبول، كرة البيسبول، عبارة عن عصاية وفي كرة صغنونة بتتضرب، بتكون واقفة مثلا هنا على الكرة، بتبقى موجودة على حامل كده، واللاعب ده بيضربها والتاني بيصدها في الجوانتي ده. بيسبول، بيسبول اسمها كرة القاعدة او كرة البيسبول. سويمينج، سويمينج. احنا عندنا الحد هنا كده، الحد حرف الام ده، هي كلمة سويم يسبح. ازود لها المقطع التاني ده سويمينج تبقى سباحة. تنس، تنس. اللعبة دي عبارة عن شبكة في النص، وفي هنا لاعب او اتنين، وهنا في لاعب او اتنين، وكل واحد في ايده راكت مضرب، خلاص، وبنحدف الايه الكورة لبعض. تيم، تيم، فريق. فاكرين الاي والاي والاي، قلنا ده شبه حرف المد زي كلمة ليف ورقة شجر، وكلمة ميت يعني لحم. كلمة بريك تايم، البريك اللي هي الفسحة، وتايم يعني وقت، بريك تايم وقت الفسحة. بلاي جراوند، بلاي جراوند الملعب. هارد صعب، بص حواليه يا عيني شغل قد ايه. هارد صعب. هيلب يساعد، هيلب يساعد. لاف يحب، لاف يحب. لايك، لايك. ات از فان، ات از فان انه ايه، انه ممتع. دي كانت الكلمات اللي في lesson 1، تعالوا مع بعض نشوف lesson 2. عندنا كلمة كيك هارد. تعالوا نشوف اللي بيحصل في ماتش كرة القدم. في كرة القدم علشان نسجل هدف او نجيب جول لازم نشوط الكرة برجلينا. طب ينفع في كرة القدم نمسك الكرة بايدينا؟ لا ما ينفعش. يبقى احنا بنعمل لها ايه؟ بنعمل لها كيك، بنشوطها. طب بنشوطها بالراحة ولا بنشوطها جامد؟ بنشوطها جامد طبعا عشان تدخل في الشبكة ونسجل هدف. يبقى كيك، كيك. هناخد بالنا ان السي كي هنا هنطقها ك ساوند، ك ك، كانها صوت واحد، صوت الكاف. كيك، كيك. هارد، هيركل بقوه يعني هيشوط جامد. ثرو، ثرو. برافو حبايبي الحلوين، اهو تي والاتش هنطق حرف الث. ثرو، ثرو يرمي. احنا خلي بالك في لعبه الباسكت بول بنعمل ايه في الكورة؟ بنرميها، بنرميها جوه الباسكت علشان نسجل هدف. طب في لعبة البيسبول بنعمل ايه؟ hit the ball. برافو، في لعبة البيسبول بيبقى معانا البات ده وبنضرب بيه البول دي. hit، hit، hit يعني يضرب. طيب نيجي على لعبة التنس. لعبة التنس يا حبايبي بيبقى فيها ايه؟ مضرب، مضرب يعني racket، racket. لعبة الباسكت بول لازم يبقى فيه باسكت، والباسكت دي بتبقى مفتوحة ولا مقفولة من تحت؟ بتبقى مفتوحة. باسكت. بلاي، هما بيعملوا ايه دلوقتي الولاد قدامنا؟ بيلعبوا، يلعب يعني بلاي. يقفز يعني جامب، جامب، جامب. طب لو بينط الحبل يبقى اسمها ايه؟ سكيب، سكيب. run fast. ده انا في لعبة كرة القدم محتاج اجري بسرعة. run fast، fast بسرعة. نادي رياضي يعني ايه؟ sports club، sports club نادي رياضي. لعبة، لعبة دي اسمها ايه؟ game، game يعني لعبة.
وين يفوز اه جبنا اهداف بقى اكتر من الفريق التاني يبقى احنا فايزين. يفوز يعني ايه؟ وين. هنيجي برضو نبص على مجموعة تانية من الكلمات. كلمة وير، وير يعني يرتدي. تعالوا نشوف احنا هنلبس ايه. مثلا هنا في عندنا شورتس. شورتس يعني شورت. طب ايه بقى فايدة الاس اللي في الاخر دي؟ هقول لانه الشورت من ناحيتين. برافو. زي الايه؟ زي البنطلون برضو بيبقى من ناحيتين. وايت شيرت، وايت شيرت. شيرت يعني ايه؟ يعني قميص. طيب القميص ده لونه ايه؟ ابيض. ينفع اقول شيرت وايت؟ لا طبعا. فهقول وايت شيرت، فانا هجيب اللون ايه الاول قبل الاسم. هقول وايت شيرت يعني قميص ابيض. بوت يضع، هو دلوقتي ماسك في ايده ايه حاجه، راح موقعها هنا في الفنجان ده او في الطبق ده، يبقى بوت يضع. بوت. جس يخمن. جس يخمن. ستاي فيت. واخدين بالنا انه بيتمرن وجسمه عنده عضلات ورياضي وجميل. طيب يبقى او يظل لائق بدنيا اسمها ايه؟ ستاي فيت. فيت معناها لائق بدنيا. يعني ايه لائق بدنيا؟ يعني جسمه رياضي عنده عضلات وجسمه بيتمتع بالصحة والنشاط لانه بيلعب رياضة كل يوم. هنا هاف فان، الاولاد دول بيعملوا ايه؟ برافو، ده هم بيلعبوا. طب واللي بيلعب ده بيبقى ايه؟ بيستمتع. يعني ايه يستمتع؟ هاف فان. فان فان يعني مرح او متعة. طيب الراجل ده بيتفرج على التلفزيون لوحده ولا مع حد؟ لوحده. طب لوحده يعني ايه؟ الون الون. هنيجي هنا بنسأل عن الشخص العاقل باسم بكلمة هو. هنلاقي الدبليو مش بنطقها، هنطق من عند الاتش. اتش او هو. برافو الشاطرين اللي قالوا ان الاتش ده حرف الها، ها ساوند، يبقى دي اسمها ايه؟ هو. طب لما اقول هو يبقى انا بسأل عن اشياء ولا عن اشخاص؟ بسأل عن اشخاص. برافو. وات بسأل عن الاشياء. برافو. هنا بقى هنطق الدبليو، هقول وات. وات معناها ما او ماذا. طب لو انا سألت عن السبب هقول ايه؟ واي. برافو ممتازين. لما اقول احنا ليه بناكل؟ عشان نكون بصحة جيدة. يبقى كلمة واي معناها لماذا. ويتش، ويتش يعني ايه؟ اي. برافو. هنيجي برضو لمجموعة تانية من الكلمات. المرة دي انا هستعمل الكلمات جوه جمل. انا دلوقتي هقدم نفسي وهتكلم عن نفس ايه. My name is Yasser. My name is Yasser. I can play football. انا اسمي ياسر وانا اقدر العب كرة قدم. I play in a team. I play in a team. انا بلعب في فريق. I kick the ball. I kick the ball. انا بشوط الكورة. I run fast. It is fun. I run fast. It is fun. نقول تاني من الاول. My name is ياسر، بقدم نفسي. I can play football او الاسم الرياضة اللي انا بحبها. وكمان I play in a team، انا بلعب في فريق. I kick the ball. في اللعبة دي انا بعمل ايه؟ بشوط الكورة. I run fast، بجري بسرعة. It is fun. It is fun. يعني لو جبت صورة دلوقتي وقلت تكلم عن رياضتك المفضلة هتقول ايه؟ هتقول الجمل الاتي. My name is Yasser. انا اسمي فلان. I can play، وتقول اسم اللعبة اللي بتحبها. بعد كده هنقول I play in a team، انا بلعب في فريق. طيب اللعبة دي بعمل فيها ايه؟ I kick the ball، انا بشوط الكورة. I run fast، انا بجري بسرعة. It is fun، دي اللعبة دي ممتعة. طيب واحد تاني بيقول My name is Jana، انا اسمي جانا. I can play basketball،
انا اقدر العب كرة السلة. I play in a team، بلعب في فريق، نفس الجملة اللي فوق. I throw the ball، انا برمي الكرة طبعا، لان دي ايه؟ باسكت بول، انا برمي فيها الايه؟ الكرة. I put it in the basket، انا بحطها في السلة، برافو، لان دي اسمها ايه؟ اسمها باسكت بول. I run fast، انا بجري بسرعة. two دي مش معناها اتنين، لا دي معناها ايضا. it is fun، دي لعبة ممتعة. الدرس اللي بعد كده بيتكلم عن النمبرز. عندنا كلمة 10 يعني 10، 20، 30، 40، 50، 60، 70، 80، 90، 100. نقولهم تاني: 10، 20، 30، 40، 50، 60، 70، 80، 90، 100. وبعد كده عندنا العلامتين دول مهمين جدا. عندنا علامة اسمها ماينس وعلامة اسمها بلس. ماينس يعني هنطرح، بلس يعني هنجمع. طيب تعالوا نتكلم عن الصورة دي. الصورة دي فيها ايه حبايبي؟ فيها healthy things، يعني فيها اشياء صحية. فيها ايه؟ اشياء صحية، healthy things. healthy things دي لو انا بلعب رياضة هي هتبقى good for your body، هي مفيدة لجسم، مفيدة للإيه؟ للجسم. طيب تعالوا نشوف الحاجات دي زي إيه؟ زي الهيلثي فود، الأكل الصحي. يبقى كلمة هيلثي صحي، هيلثي صحي. طيب وفود يعني إيه؟ طعام. يأكل eat. برافو الشاطرين اللي فاكرين الاي والاي حرف المد اللي قلنا عليه في كلمة تيم، فريق، برافو. كلمة eat معناها يأكل. drink يشرب، drink يشرب. لو انا جعان هعمل ايه؟ eat هأكل. طب لو انا عطشان drink هشرب. عندنا كلمة watch، watch يعني يشاهد. touch يلمس. say يقول. draw يرسم. too much، too much يعني كثيرا جدا، قدامه حاجات كتير جدا. it is your turn، حان دورك لما نكون واقفين في طابور او لو نكون بنلعب وكل واحد واخد دور. عايز اقول ايه لزميلي؟ it is your turn يعني حان ايه؟ حان دورك. دلوقتي كده اليونت خلص، خدنا اهم الحاجات اللي موجودة في اليونت. هنبدأ نحل مع بعض. في نوع من الاسئلة بيجي صورة قدامها جملتين ومطلوب ان احنا نختار او نعمل صح على الكل الجملة اللي بتتكلم عن الصورة. طبعا شايفين ولد رجله مكسورة، هل الولد ده يقدر ينط؟ لا ما يقدرش. عشان نقول ما يقدرش، لا يستطيع، يبقى نستعمل كلمة can't. I can't skip، انا ما اقدرش انط. يبقى هنيجي في المربع اللي قدامها ونعمل علامة صح. عندنا فيه هنا سام، في مسألة فيها 40-10 equal او is، عندنا 40-10 ناقص 10 هتدينا كام؟ 30، برافو. انهي جملة بتعبر عن المسألة؟ 40 بلس، لا احنا هنا مش بلس خالص، احنا مش بنعمل زائد، احنا بنعمل ماينس. يبقى 40-10 is 30. لو انا اكلت 10 من الاربعين يتبقى 30، يعني 40 ناقص 10 يساوي 30. يبقى هنيجي قدامها هنا ونعمل علامة صح. طب يا ميسي المربع التاني اسيبه فاضي؟ ممكن نحط فيه شرطة صغيرة. البنت دي قادرة تجري ولا مش قادرة تجري؟ قادرة تجري. فهتقول I can ولا I can't؟ برافو، هتقول I can. I can run fast، استطيع ان اجري بسرعة. فاجي على المربع ده واعمل قدامه علامة صح. ماتشند. هنيجي لصفحة تانية فيها اكسرسايز تاني. عندنا كلمة في هنا نمبر، في رقم وعايزين نقول ده اسمه ايه. يا ترى الرقم ده 60 ولا 70؟ 70. يبقى نيجي عند 70 هنا ونعمل سيركل. الصورة اللي جنبها في لون،
اللون ده يا ترى ايه هو؟ جراي ولا بلاك؟ جراي يعني رمادي وبلاك يعني اسود، ده باين طبعا لونه اسود، فاحنا هنعمل ايه؟ هنيجي هنا ونعمل دايره بلاك. تعالوا نقول طبعا هنرتب الحروف ونقول كل كلمه في دول ايه. دي كلمة فريق، يعني ايه فريق؟ تيم. هنكتب مع بعض كده، اول حرف تي وبعدين اي اي اللي هم حرفين المد اللي قلنا عليهم الاي والاي، واخر حرف الام. تيم تيم. طيب الرقم ده اسمه ايه؟ اسمه 90. اسمه ايه؟ 90. ان اي ان اي تي واي 90. ان اي ان اي تي واي 90. طيب هنا في عندنا كلمة تنس، برافو، دي لعبة ايه اللي قدامنا؟ لعبة التنس. حرف التي وبعدين الاي وان ان اي اس تي اي ان ان اي اس تنس. طيب تعالوا هنا نختار. انا دلوقتي عايز اقول هل هو او هل انت تقدر تلعب فوتبول؟ فاختار إيز ولا كان ولا آر. يا ميس انت قلتي ايه؟ تقدر يعني يستطيع، يبقى هنختار كلمة كان اللي هي في النص، كان يستطيع. بعد كده يس اي هنقول كانت ولا دونت ولا كان. اتفقنا مع بعض ان النوت سحبة النو، في هنا نو يا جماعة؟ لا مفيش، في يس، يبقى على طول نختار كان اخر واحدة، يبقى يس اي كان. شيز ا بيبي، هي طفلة رضيعة. She can ولا can't ولا is play baseball، هي تقدر تلعب بيسبول؟ طبعا رضيعة ما تقدرش تلعب، يبقى she can't. هنختار كلمة ايه؟ can't. سؤال رقم 4 number 4. He can't قلنا بعد can و can't يجي فعل بدون اضافات. قلنا الفعل اللي بدون اضافات ده اسمه ايه؟ الفعل في المصدر. طيب هنبص كده على الافعال اللي ما بين الاقواس، هنلاقي go goes going. هنا في s، لا مش هينفع. هنا في ing، لا مش هينفع. هنختار الفعل اللي ما فيش في اخره اي حاجة، هو ده المصدر. number 5 no i، برافو، لسه قلنا من شوية ان not صاحبة النو، على طول اول ما اشوف نو اجري اختار اللي فيها نوت، تبقى نو اي كانت. هنا هنكمل الحروف الناصر. يا ترى دي لعبه ايه؟ بيسبول، برافو. طيب البيسبول تعالوا نتهجى الحروف بتاعتها كده، بي هو كاتب لنا بي، اي اس اي بي اي ال ال بيسبول. بعد كده عندنا كلمة 20 تي دبليو اي ان تي واي تي دبليو اي ان تي واي 20 يعني 20. طب الولد ده بيعمل ايه؟ ايه ده؟ ده بيشرب. يشرب يعني drink دي ار اي ان كي drink يشرب. الصفحة التانية عندنا برضو فين في الاول رقم، الرقم ده اسمه ايه؟ hundred. اسمه ايه؟ hundred. hundred يعني مية، hundred يعني مية. بنكتبها ازاي مية؟ h u n h u n hun. وبعدين d r hundred dr ed hundred اخرها red احمر. بعد كده عندنا كلمة ايه؟ healthy. يعني ايه healthy؟ طعام صحي. طب كلمة healthy بتتكتب ازاي؟ h e a l t
THY healthy يعني صحي. طيب الناس دي بيعملوا ايه هنا؟ بيلعبوا. بيلعبوا فين؟ في الملعب. يلعب يعني ايه؟ play. طب ملعب play ground. play ground ملعب. b l a play b l a y ground g r o u n d play ground ملعب. b l a y g r o u n d برافو. تعالوا بقى هنا نجاوب بيس او نو، نعم او لا. بيقول هنا can he hit the ball؟ ايه ده؟ هل البيبي ده يقدر يشوط الكورة، يخبط الكورة؟ لا طبعا. يبقى هنكتب نو. can they play football؟ هما هنا يقدروا يلعبوا كرة قدم؟ طبعا شكلهم يقدروا، فرحانين وسعداء، يبقى هنكتب يس. ممتازين. سؤال علامات الترقيم اللي بعده، ده سؤال مهم جدا. عندي كلمة punctuate، ده علامات الترقيم المناسبة. هنيجي على دينا، أول حرف كابيتال. دينا حرف الدي هنعمله كابيتال. طيب بعد كده يا ترى ده سؤال؟ لا ده مش سؤال. يبقى هنحط في آخر الجملة، هنحط فيها فول ستوب. يعني ايه فول ستوب؟ يعني نقطة. في آخر الجملة هنحط نقطة. برافو. بعد كده عندنا كلمة يس، هنعمل الواي دي كابيتال، هنعملها كابيتال. طب ازاي كابيتال؟ هتبقى عبارة عن سبعة كده وتحتها شرطة وقف يس. والاي دي هنعملها برضو اي كابيتال، اللي هو الضمير اي. طب يس اي كان، وفي الاخر في نقطة، في فول ستوب. تحت بقى ليتس بلاي سبورتس، يلا نلعب رياضة. ودي هنكتبها الجملة دي بخط جميل. وكده نبقى وصلنا لنهاية اليونت. استنوني في يونت جديد. أشكركم على حسن المتابعة. كان معاكم فاطمة البنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.